حرب عبر التاريخ سلسلة ألعاب فاير إمبلم المشهورة. لعبة فاير إمبلم ووريورز هي عبارة عن لعبة أكشن وتخطيط في عالم فاير إمبلم، وفيها تختار شخصيات أساسية في السلسلة وتلعب فيهم عبر خرائط متنوعة. قصة اللعبة أن عدو مجهول يهجم على مملكة البطلين ليان وروان، وهم أخ وأخته، وبعدها قدروا يهربون من عالمهم ودخلوا في عالم ثاني في شخصيات ألعاب فاير إمبلم المشهورة، والهدف أنهم يصدقون الشخصيات يكونون جيش قوي وضخم عشان يقدرون يستردون مملكتهم من العدو. نظام اللعب يخليك تتحكم شخصية واحدة في البداية، وبعدها راح تقدر تتحكم ثلاث شخصيات تبدل بينهم وسط المعركة. وكل شخصية في اللعبة مميزة ولها حركاتها الخاصة، وتقدر تأمر الجنود أنهم يحتملون مناطق في الخريطة بينما أنت تروح تحتل مناطق ثانية، يعني عنصر التخطيط مهم جدا. اللعبة تدعم الأصوات الإنجليزية واليابانية، وكل الشخصيات أدائهم الصوتي متميز عشان تعيش الدور في طور القصة. لعبة فاير أمبلم هيروز هي حصرية لجهاز نينتندو سويتش والثري دي اس، تقدر تطلبها عن طريق الرابط اللي بيطلع أمامكم على الشريط. شكرا للمتابعة، مع السلامة.